مكملين معكم مشاهدينا عبر شاشة قناة العالم سوريا ببرنامج دعمسكم. دائما ننصح بعض بالتفكير الإيجابي لأهميته على صحتنا النفسية أولا، ودوره المهم بحياتنا وخطواتنا القادمة باتجاه أي نجاح معين نحن حابين نعمله. أكيد شام، اليوم حنتعرف على التفكير الإيجابي، شو هو، مدى تأثيره على تفاصيل حياتنا العملية واليومية وانعكاسه على نفسيتنا بشكل عام، مع خبيرة التنمية الأستاذة عنان الحمد اللي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو لليوم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم، يسعد كل أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني مئات الأفكار والأفكار اللي ممكن تدور براسنا بنهارنا تحديدا، ولكن اليوم في أفكار سلبية وأفكار إيجابية. شو الفرق اليوم بين الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية؟ هي التفكير الإيجابي هو سلوك عقلي، هو سلوك عقلي اللي بيخليه كل شيء في عنا صور، كلمات، أفكار بعقلنا بيحولها وبنميها لشيء تحقيق النجاح اللي نحن بنسعى إنه نحقق النجاح فيها، وهذا بيعطينا سعادة طول النهار، بيعطينا إرادة، بيعطينا قوة بالشخصية. أما التفكير السلبي اللي هو التشاؤم، التشاؤم بكل شيء، التشاؤم بالمواقف اللي بتصير معنا، المبالغة بالشيء اللي بيصير، الوهم اللي منحطه ببالنا بصير كل ما له يكبر هذا الوهم بعقلنا، منحول اللاشي لحقيقة. هذا هو التفكير السلبي اللي هو بصير عنا إحباط، بصير عنا اكتئاب، بصير عنا على طول مانا نفس لأي شيء، ابتعاد عن العالم، ابتعاد عن أي شيء، انعزال، منحب الوحدة. فهذا الشيء كتير خطير بالتفكير السلبي. تماما أستاذ عنان، اليوم دور التفكير الإيجابي بحياتنا اليومية وبتفاصيلها، قديش نحن قادرين نوظف هذا التفكير وقديش بيعطينا نتائج مميزة؟ أكيد هلأ التفكير الإيجابي هو دائما في نقطة أنه أبدأ الآن، دائما بدك تفيق، الواحد بفيق الصبح بيقول خلاص انه انا نهاري بده يكون حلو، نهاري بدي اعمل هيك، في خطه بدي امشي عليها، في حياه بدي ساويها، في مستقبل بدي اعمله. يعني كل يوم بيومه بدك تعيش هذا التفكير الايجابي، انه انت تحط مثل الخطه وتنفذها. فانا وقت بفيق متفائل الصبح انه انا اليوم نهاري حلو، بدي اعمل هيك، بدي ساوي هيك، بدي اعيش السعاده اللي جواتي، فكتير تنعكس علي انا التفكير الايجابي اللي بيني وبين حالي، بين الذات. نفس الشيء وقت بروح على شغلي وعملي بنقول هذا التفكير الايجابي لرفقاتي اللي حوالي. فهذا الشيء كتير مهم بحياتنا اليومية أنه نحط التفكير الإيجابي ونبعد عن كل الأفكار السلبية اللي ممكن تعكر نهارنا. تمام. بس اليوم يعني دكتورة كتير من الأشخاص بينظروا للتفكير الإيجابي أنه هو لا يمس للواقع، خيالي أو حالم بعض الشيء. يعني حقيقة الأمر شو هو؟ هلأ هو ما بيعرف يفكره بالطريقة الصح. هلأ لازم كل تفكير إيجابي يكون فيه إيمان، إنه أنا بدي أؤمن بهذا الشيء. الوقت أنا بدي مثلاً، أنا شايفة مثلاً حالي مو هون، أنا بدي شايفة حالي هون، فعندي إيمان إنه أنا بدي أوصل لهذا الطريق، عندي ثقة بحالي إنه أنا لازم أشتغل، لازم أتعب، لازم يكون في اجتهاد مني لحتى أوصل. فتفكيرهم بيكون مو صح، يعني تفكيرهم أنه خلص الحياة اليومية اللي نحن منعيشها، أيامات الضغوطات، الشيء اللي منعيش فيه بيخلينا على طول أنه شو، ليش نفكر بإيجابي؟ كل شيء اللي حوالينا عم بيعطينا سلبي. لا، لازم نضلنا تفكيرنا منطقي، نحل الأمور بشكل سلس، ينبسط الأمور، نعطي حل لكل مشكلة بتصيبنا من النهار. فهذا الشيء يكون فيه إيمان، في شيء اسمه عزيمة، يعني أنه أنا بدي أعمل هيك، لازم أوصل لهذا الشيء. مو أنه أنا مثلاً إيه خلاص بوصل مثلا، خلص هي تفكيري ايجابي. لا، يكون في ايمان، في وصول لهذا الشيء. لازم بعد كل شيء عندي يضايقني بهذا الشيء. لازم يكون كل واحد بده يفكر التفكير الايجابي يكون عنده عزيمه، يكون عنده ايمان بهذا الشيء لحتى يوصل. كل شيء بتلاقي بتفكري فيه كل جميل قاتل وبده يجي هذا الشيء، كل شيء مفكر فيه شيء حلو بده يجي، واكيد اكيد بالإيمان وبالعزيمة اللي بدنا نسعى لها. تماماً. أستاذ عنان، يعني هاي التفاصيل دائماً تنبع من نفسية سليمة نوعاً ما ومن صحة نفسية سليمة. التفكير الإيجابي اليوم قديش ممكن ينعكس على صحتنا النفسية؟ قديش قادر يصحح في بعض الأماكن أو التفاصيل في حال في خلل معين ضمن صحتنا النفسية؟ هلأ التفكير الإيجابي لحاله بيخلي نفسيتك مرتاحة، بتشعر بسعادة مو طبيعية، في شيء حلو هيك بحياتك بتحس إنه عم بيصير. هذا كتير مفيد لنفسيتنا، يعني بيبعدنا عن القلق، بيبعد عن التوتر، بيبعد عن الاكتئاب، حتى صحتنا بتتغير. يعني بصير الواحد إطالة بالعمر، التفكير الإيجابي بصير عندك إطالة بالعمر، ما عاد إنه في شيء عندك توتر، المرض بتبعدي عنه،
انه انا لا منيحه، انا بدي اصير احسن، انا شو ما فيني شيء. كل واحد تتوهم مثلا اوقات بتفيق الصباح انه انا بدي اروح ما فيني شيء مثلا كذا، بتكون مع انه مضعضع انه لا انا هلا بدي البس بدي اصير منيح، لحالها بتلاقي تاقلمت مع هذا الشيء. فهذا كتير مفيد لنفسيتنا لجسمنا، بيبعدنا عن الأمراض، بيبعد عن الضغط، الضغط كله هذا بيروح من الجسم. حتى بصير الواحد بيهتم بجسمه، أكلك صحي، بصير بيهتم إنه برشاقتك، بصير تنظم حياتك كرياضة، لأنه كيف تفكير إيجابي بكل شيء منيح حواليك. تماماً. قديش اليوم الأشخاص قادرين يأثروا على تفكيرنا سواء كان إيجابي ولا سلبي؟ قديش الأشخاص بيعطونا هذا الدافع بأنه نحن نفكر بطريقة سلبية نفكر بطريقة إيجابية؟ يمكن جميعنا مر بمرحلة من المراحل، قابل اليوم أشخاص إيجابيين، قابل أشخاص سلبيين، ولكن نحن نحط حد فاصل بيناتنا ما نتأثر فيهم. كيف؟ هلأ دائما وقت ما تحولي تفكيرك الإيجابي لتفكير سلبي، دائما أي شيء بيصير عندك أنه أنت ممكن يتحول عندك، كيف مثلا الرجوع إلى الماضي، هذا الماضي وقت بدنا نقعد نفكر فيه مثلا شو صار معنا. دائما في دائما عالم أنه أو كلنا البعض أنه صار معنا مشاكل بالماضي، صار عنا أمور اكتئبنا فيها كذا، تفكير بيخلينا نرجع للماضي، هذا بصير عندنا تحويل، صار أفكارنا سلبية أنه نحن لازم إذا هلا أنا بدي أفكر هيك بدي أرجع يصير فيني مثل ما صار فيني. لا، لازم أخلي ارتكاز، لازم أخلي قوة، هذا الضعف اللي صار عندي بالماضي بدي أحوله قوة بالمستقبل. كل شيء بدي أتعداه، بدي أبعد عن الماضي، بدي أخلي قوة. الخوف، الخوف، نواجه الخوف. في ناس مثلا بتقول لك ما بدي أشتغل هيك لأنه خايف يصير معي، هذا الخوف بدنا نكسره، نكسر حاجز الخوف، نبعد عن الخوف نهائي. يعني شو بده يصير مثلا بدي اعمل هالشيء، شو بده يصير، شو بده يصير، بدي اعمله، بدي اوصل لهذا الشيء، بدي اروح اعمل هالشغله، ما بدي اخاف من شيء، ما بدي، بدي ابعد عن الماضي، عن العالم اللي ممكن كمان يسبب لي شغلات سلبيه. في ناس مثلا تجتمعي فيهم بتلاقي بيعطوكي ايجابيه، بتقدري تحكي معهم يعطوكي حل لموضوعك، اما في ناس بذكروكي انه انت مثلا فشلتي بموضوع، بذكروكي بالماضي تبعك هذا. وخصوصا بكون مثلا اعز الناس مثلا من اصحابك او مثلا من الاقارب او كذا اللي ما فيكي تبعدي عنهم بالحقيقه، فنحن شو بنعمل؟ بلوك بصري، وكانه مو موجودين بحياتنا، ممكن نلتقي فيهم بشغلنا، ممكن بالبيت، ممكن تصير في زيارات، فهذا بنعمل له بلوك بصري بشكل يعني انه مثلا الامور الشخصيه ما نتشارك معهم. لا ابدا، يعني بتبعدي قدر المستطاع مشان ما تاخذي انه التفكير السلبي منهم، انه انا خلص تفكيري هيك بدي ضلني هيك، انا ببعد عن هذا التفكير اللي ممكن انه يعطوني تفكير سلبي، اللي ممكن يرجعوني لشغلات مثلا بدي انساها، الماضي اللي ممكن ما بدي ارجع له، الشيء الاكتئاب اللي فتت فيه انا بدي ابعد عنه هذا بشكل نهائي. فانا ببعد عن هدول الاشخاص، بتقرب من الاشخاص اللي ممكن يعطوني الحل، اللي يكونوا قريبين مني، اللي يخافوا على مصلحتي، اللي بيعطوني طاقه ايجابيه، التفكير الايجابي اللي انا بقدر انه ضلني ماشي فيه على طول. تماما. أستاذة، الحديث عن هي التفاصيل دائما بيحتاج لأدوات، اليوم لأقدر اكتسب التفكير الإيجابي بحاجة لأدوات معينة تكون موجودة بشخصيتي اليوم. شو هي هاي الأدوات؟ شو هي الأسس اللي بنقدر نتبعها نحن لنقدر نحصل على هذا التفكير السليم؟ هي الأدوات أول شيء الصحة، السعادة اللي أنا بدي كل يوم حط الابتسامة على وشي، ودائما أقول التفاؤل، التفاؤل والإرادة والقوة، الابتعاد عن الخوف، هذا كله هي الأدوات اللي بدنا نفكر فيها التفكير الإيجابي اللي بدلنا على الطريق الصح، اللي نوصل للشيء اللي نحن بدنا إياه، نبعد عن أي شيء الأفكار السلبية نطردها من حياتنا بشكل نهائي. هذا كل شيء بقوة الشخصية، بالثقة بالنفس، إنه أنا المصالحة مع الذات، يعني دائما لو تكون أنا مصالحة مع ذاتي إنه أنا قادرة أني أعمل هيك، أنا حدا مهم بشغلي، أنا حدا قادر إنه يوصل لهون، هذا لحاله بيعطيك تفاؤل، التفاؤل اللي بده يوصلنا للنجاح، اللي دائما في خطة عمل اللي بدي أمشي فيها اللي بدها توصلني للنجاح. تمام. طب اليوم بنهارنا كثير بنتعرض لمواقف أيا يكن، يعني مواقف مزعجة ممكن تأثر على نفسيتنا، وبالتالي ممكن نحن نصير نفكر بتفكير سلبي، هل هذا الشيء طبيعي أو لا؟ يعني نحن لازم مثلا موقف اللي تصير معنا بنهارنا نحن نحاول ما نتأثر فيها، ولكن نحن بنتأثر فيها سواء بالشغل، ببيتنا، مع رفقاتنا، بشكل عام، هل هذا التفكير السلبي اللي ممكن يكون بهالمرحلة هل هذا طبيعي أم لا؟ لا، دائما عم بيسود علينا التفكير السلبي،
يمكن قلت لك الضغوطات اللي عم نعيشها، يمكن اغلب العالم هي عندهم هالتفكير السلبي اللي مثلا صار عندنا موقف بنرجع فيه انه احباط، صار عندنا احباط، تردد بالمواقف اللي نحن بدنا نساويها، هذا التردد، هذا التفكير السلبي اللي بتصير دائما مخيم علينا، اللي بيجعلنا انه نحن مكتئبين، اللي نحن كذا. فنحن بهذا العمر خصوصا بعمر 18 ل 35 هذا العمر كثير بيتعرض للتفكير السلبي، يعني بصير عنده تفكير سلبي، بصير عنده كذا الوهم اللي مثلا انا شفت قصه بصير في بعض الاشخاص بتفسرها مثلا انه ليش هيك عمل، لا معناه هو قاصد هيك، صار عندي وهم، صار عندي تفكير ثاني، عملت قصه بالخيال ان هذا التفكير السلبي. فهذا التفكير كثير خطر يعني بهذا المرحلة. فهي لازم دور المجتمع ودورنا نحن كأنه ندرب أطفالنا من هن صغار على التفكير الإيجابي، دائما نخلي عندهم تفاؤل، نخلي عندهم إيجابيات، نبعدهم عن التفكير السلبي، عن القعدة لحالهم، عن الكآبة، دائما نخلي بيناتنا أنه حوار حديث بشكل أنه نعمل أنه نفكر بتفكير إيجابي، دائما نلاقي حلول منطقية لأي شيء بصير معنا، ما نتوتر بأي شيء من قبله بنهار، أنه لازم على طول يكون في عنا تفكير منطقي بكل شيء يصير معنا بهدوء، بنقعد بيننا وبين حالنا هيك شوي نصفهم بالشيء اللي صار، نفكر بتفكير إيجابي وليس السلبي، نبعد عن التفكير السلبي بشكل نهائي، ولا أنه نحلل الأمور مثل ما نحن بيتهيئ لنا. ليش ما نفكر فيها بتفكير إيجابي مثلا صارت مشكلة، نفكر فيها بتفكير إيجابي، ليش نفكر بتفكير السلبي؟ ليش مثلا أنه أيامات مثلا بتلاقي حتى التفكير السلبي بصير خطر، ليه؟ بصير تفكير وهمي، بصير عنا هو الخرافي جزء من الوهمي اللي بنبني قصة نحكم على جماعة بدون ما نحن نعرف أنه لا ما بصير. يعني نطلع مثلا قصة هدول توارثوا من واحد لواحد، طلعوا قصة على هالزلمة هو ما عنده خبر، ليش هذا التفكير اللي نحن محدودين فيه؟ نحن ما عم نشوف الإيجابيات، عم نشوف السلبيات، شو اللي صار مثلا حكينا عليه، حكمنا عليه، هذا الشيء اللي عم بصير. هذا المجتمع اللي لازم يكون في تنمية، في تدريب على التفكير الإيجابي، نقيم هالتفكير السلبي، ما أنه كل شيء نشوفه نصدقه، هي الحقيقة. صحيح. أستاذي، الحديث عن هذا الموضوع دائما بيترتب عليه نوع الفئة العمرية اللي عم نتعامل معها، بالمقابل ممكن يكون في فئات قادرة تجاوز موضوع التفكير السلبي وتعمل بلوك بصري مثل ما ذكرنا بحديثنا، ولكن بالمقابل ممكن تكون في مراحل خطيرة وخاصة مراحل المراهقة نوعا ما، إذا كان في مشاكل ضمن الأسرة وإلى ما هنالك. قديش اليوم بتشكل هاي المرحلة خطورة على الشاب أو الفتاة أو الفرد بشكل عام في حال كان التفكير السلبي طاغي على التفكير الإيجابي بالمنزل؟ تماماً، هي بصير خطورة إذا ما لحقنا، والبيت لأسرة مثلاً شافوا ابنهم، راقبوه، تصرفاته، كيف بيفكر، طريقة التفكير كتير خطر، يعني بصير عنده مرض، بيدخل بمرض نفسي. ليش؟ لأنه تفكيره سلبي، على طول بيلاقي أنه هو متشائم، عنده كآبة، ما بده يطلع، انعزال من العالم. لا، لازم أنه نحن نوعي أولادنا، نوعيهم بهي، وخصوصاً العمر هيك من 18 ببلشوا المراهقة مثلاً، بعد المراهقة هاي السن اليافعين بيسموه، هذا لازم يكون في مراقبة لتفكيره كيف يفكر، نخليه على طول في عنده تفكير إيجابي، أنه لا ماما مثلاً عمل هيك، أنت لازم توصل، أنت مالك كذا، لازم أنت طريقك تيجي لهون للنجاح، بدك تعمل هيك، ما توقف عند حد معين، لا تتطلع مثلا لكذا، لأنه مثلا تفرج مثلا رفيقك عمل لك سلبي، بعيد عنه. هيك لازم، هذا دور الأسرة بالبيت، حتى المدرسة لازم كمان يكون لها دور بهذا الموضوع، أنه يوعوا الجيل اللي بده يطلع، أنه يكون تفكيرهم على طول إيجابي، السلبي يبعدوه، عندهم مشكلة يراجعوا فيها الأهالي بشكل يلاقوا حل لهذا الموضوع. أكيد طبعا، يعني دائما كثير من الأشخاص اليوم بتسيطر عليهم الأفكار السلبية، كيف اليوم نحن بدنا نحد من هذا الموضوع وما نخلي هذا التفكير يسيطر علينا بعد الفئة العمرية، بعد في حال نحن وصلنا لفترة الشباب بعد المراهقة، كيف نحن بهالفترة نحد من هذا الموضوع؟ هذا بدك تبعدي أول شيء العلاقات الاجتماعية، نوطد علاقاتنا الاجتماعية اللي هي بتعطينا على طول الطاقة الإيجابية،
نحط على طول في شيء اسمه أسس بحياتنا، اللي هو التفكير الإيجابي، نحن شو بدنا نساوي فيه، نبعد عن كل شيء السلبيات، نبعد عن كل شيء بيخلينا نتضايق. ثقة بالنفس، دائما نعود نفسنا المصالحة مع الذات، نكون لطيفين مع حالنا. يعني أنا مثلا اليوم بدي أقعد أحكي مع حالي، أحب حالي، أنه أنا مين مثلا، شو بدي أعمل، شو بدي ساوي. هاي المصالحة مع الذات كتير منيحة، عرفتي كيف؟ أنه أنا مثلا أول شيء وقت بصير مصالحة مع الذات بتصالح مع غيري، بصير أنا أتعود أنه أنا بدي المقابل اللي أنا بدي أشوفه مثلا بده يكون هو يكتسب مني، مو أنا أخذ منه الأفكار السلبية، لا أنا بدي أعطيه الإيجابيات. حتى إذا كان هو مكتئب أنا بدي شيله الاكتئاب، أنه أنت ليش هيك كذا، نزور لكذا. لازم هذا الشيء الوعي، نرجع للوعي، للثقافة، لعطول يقرأ الواحد، يبعد عن السلبيين. تفاؤل على طول الواحد يفيق الصبح انه انا بدي يكون منيح، يبعد عن الضغوطات، يبعد عن الكذا، انه الحياه بده يتعود على شيء. الحياه اليوميه اللي عم نواجهها، المشاكل الكذا، بده يبعد عنا بشكل انه خلاص ايجابيات، ننظر للايجابيات، ننظر للنجاح، للوصول. اليوم في ايجابيات للتفكير السلبي ولا لا؟ هل ببعض المراحل في ايجابيات للتفكير السلبي، ممكن يحل لنا مشكله، ممكن اشخاص نحن كنا بنثق فيهم بس بطريقه تفكيرنا السلبيه تلاقينا هيك شفنا غير شيء، غير اتجاه عن هدول الاشخاص، هل ببعض المراحل ممكن يفيدنا ولا لا؟ طبعا على طول بدك تحلي. امتى؟ هلا ممكن انه تدخلي، ما حدا ما دخل منا اكتئاب وحاله نفسيه وتفكير سلبي ومدري شو، بس انه بعدين انت عم تدمري حالك، فقدتي ثقتك بحالك، رجعتي لورا، صار في عندك فشل، صار عندك اكتئاب، احباط نفسي. طب انه هذا المرض، يعني هذا مرض. صحيح. لازم انا ابعد، حول هالشي اللي انا بدي حوله من تفكير سلبي لتفكير ايجابي. صحيح. بدي اصير انا ايجابيه، بدي انا اتاقلم مع حياتي، بدي انا اوصل للشيء اللي انا بدي اياه، بدي اكون ناجحه، بدي اكون حدا معروف، بدي اوصل لانا الهدف اللي انا بدي اوصل له. تماماً. هو تحقيق النجاح. تماما استاذ، اليوم يعني كنا عم نحكي خلال حديثنا بالفقره عن موضوع الاشخاص السويين نوعا ما يلي ممكن يعانوا من تفكير ايجابي او نقص تفكير ايجابي او بالمقابل الايجابيين بشكل عام، ولكن اليوم الحياه ما مو على طول يعني بتجي بصفنا مثل ما بيقولوا، ممكن نتعرض لمشاكل نفسية تكون قاسية، لمواقف تكون قاسية، ونوعا ما هاي المواقف توصلنا لحالات شديدة جدا، اكتئاب حاد وإلى ما هنالك، والبعض بيوصل لمراحل الانتحار ببعض الأوقات. اليوم أنا كيف بدي أرجع قوي حالة التفكير الإيجابي؟ أنا كيف بدي أستعيد هاي الطاقة جوا الشخص؟ قديش بدي لفعلها وقديش بدي وقت لتتفعل بشكل صحيح؟ تفعل قلت لك أول شيء اللي هي قوة الشخصية، أنت ثقتك بنفسك، بدي أقويها بالشجاعة، أنا بدي نمي الشجاعة اللي فيني، عرفت كيف؟ التفكير الصح اللي أنا بدي فكره، بدي يكون كتير أنا حدا واثق من نفسي بكل شيء عم ساوي، بكل الأمور. هي بدك أول شيء كمان مثل ما بيقولوا أضبط حالي، يعني مثلا ردود الفعل، مثلا صار عندي مشكلة بدي يكون أنا اضبط حالي برد الفعل، ما دغري انه اعطي مثلا دغري، لا بدي اتروى، بدي اقعد مع حالي شوي اصفون بالشيء اللي انا بدي احول هالشيء لتفكير ايجابي. هذا الشيء كثير مفيد. كل الشكر لك استاذه عنان الحمد على هاي المعلومات وعلى الطاقه الايجابيه اللي اعطيتينا اياها اليوم بالاستوديو، وكمان ايضا الشباب بالكنترول، يعني انتقلت الايجابيه لهم. كل الشكر لك، بتشكرك ويعطيك الف عافيه. شكرا كثير لكم، وشكرا لكل الشباب، وشكرا لاستضافتكم الحلوه.